قال: لا نسقي حتى يصدر الرعاة، وأبونا شيخ كبير. التفت موسى حوله ماذا يفعل، ورأى خلفه بئرا مهجورة. من أصدق الناس فراسة، التي قالت: يا أبتي استأجره، إنه خير من استأجر القوي الأمين. إنها صفوءة بنت شعيب العاقلة الحيئة الزكية الفطنة الحادقة، التي عرفت شخصية نبي الله موسى عليه السلام من أول لقاء بعد وصوله مدين فرارا من فرعون وجنوده. فقد لاحت له مدين من بعيد، ورأى أمامه قطعان الأغنام والأنعام، والرعاة يسوقونها إلى مورد ماء يسقونها. راح يتأمل الرعاة وهم يوردون أغنامهم ويتزاحمون على البئر، كل يود أن يسقي قطيعه قبل غيره. ولاحظ موسى امرأتين تنزويان بعيدا عن الرعاة تصدان أغنامهم وتحبساهم دون أغنام القوم. وهنا رق موسى لضعفهما، فلم يتحمل رؤية هذا المشهد، فالمروءة تقتضي نجدتهم وقضاء حاجتهم، ويتوجه إليهما يتبين سبب مجيئهما. قال: لا نسقي حتى يصدر الرعاة، وأبونا شيخ كبير. التفت موسى حوله ماذا يفعل، ورأى خلفه بئرا مهجورة تغطيه صخرة عظيمة. وعندما تقدم اتجاه البئر ومد يده إلى الصخرة ليرفعها، سمع من الرعاة ضحكا وسخرية، وبعون الله سبحانه رفع موسى الصخرة العظيمة وينادي إحدى الفتاتين: هاتي دلوك. وأخذ ينشل الماء من البئر فيصبه في الحوض المجاور، فأوردت الأغنام الفتاتان حتى ارتوت، وأعين الرعاة شاخصة من الدهشة. سقى لهما ثم اتجه إلى ظل شجرة، وشفتاه تتمتم بالحمد والثناء عليه والافتقار إلى رحمته: ربي ربي، إني بما أنزلت إلي من خير فقير. وترجع الفتاتان إلى أبيهما قبل موعدهما، فسأل الأب ما هو سبب العودة المبكرة، ولما أخبرتاه بما جرى اشتاق لرؤية هذا الغريب المسعف، وأرسل إحداهما لاستضافته. فانطلقت الفتاة تمشي على بساطا منسوجا من حياء. قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. استقبل الرجل الصالح والد الفتاتين، استقبله وأخذ يسامره ويؤنسه ويؤكله. وإحدى البنتين تنظر إليه وتفترس بقسمات وجهه، وتتذكر مروءته وقوته عند المورد، فحزمت أمرها وعزمت على طرح مشورتها. وفي لحظات صمت من الوالد وضيفه قالت: يا أبتي استأجره، استأجره، إن خير من استأجر القوي الأمين. نظر الشيخ إلى ابنته متفكرا فيما قال، ثم أطرق متدبرا مدى سداد مشورة ابنته، ثم رفع رأسه وخاطب ضيفه، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالح. لقد كان في نفس هذا الشيخ الحكيم غايتين اثنتين، أما إحداهما فضمان الأمان والسكينة لابنته التي سيتزوجها غريب. لعله في هذه المدة التي يقضيها عنده
يتخلق بأخلاقهم ويتطبع بطباعهم. أما الغاية الثانية التخفيف عنهما ومساعدتهما في حمل أعباء المعيشة ومشاقة. سعد موسى وسر بالعرض السخي ووافق على شروطه وأشهد الله على ذلك. ثم اختار موسى صفوة لتكون زوجته وزوجة له، وهي التي أشارت باستئجاره، وصدقت، صدقت ذات الفراسة والحياء، حيث وقعت على موسى كليم الله ورسوله، وكانت قدوة حسنة لكل حرة تختار الزوج القوي الأمين العفيف.